إجراءات الحجر الصحي بالبيض بالنسبة لبعض المواطنين لا تزال بحاجة لوعي أكبر ولتشديد في الإجراءات، لأن الملاحظة هو استمرار التجمعات والحركة الكثيفة التي لا توحي بأن الصحة العمومية مهددة بالوباء. الطوابير هذه تاع السميد اللي راه وضعت هذه 13 نقطة على ما راهم يقولوا انها تكون مؤمنة من طرف الأمن حتى يكون مراقبة لتنظيم مسافة الأمان ما بين المواطنين ومراقبة التجار اللي قادر يجيب 50 قنطار يخرج منها 25 ويقول لهم كفات، لازم كل واحد يكون في المكان تاعه. انا دوك حتى راني نشوف النساء خارجين، البلوزوز خارجين، التنس خارجين، لانه باللي ما عندناش مرض. ما عندناش حتى حية. شيء يا جماعه يا المواطن اخي يا اختي يا خويا يا با يا ما يا خويا اقعد في دارك. والح المواطنون على ضروره ايجاد حلول وبدائل مناسبه للبدو والرحل والموالين ممن يجدون مشقه مضاعفه بسبب الحجر الصحي. دركي الموال راه يعاني. الموال دركي باش في الظرف الحالي هذا اللي تحبس فيه النقل وتحبس فيه الاسواق وتحبس فيه راه يعاني من المشكله تاعها. دركي المؤونة تاعها يعاني منها ويعاني من المؤونة ثاني تاع كيما نقولوا العلف ولا الامور هذه تاع اللي تخص المشية تاعه. الموالين هذو اللي راهم عندهم خبر مساكين وراهم مقبونين وراهم رحل لبرا راهم يتنقلوا بكل صعوبة حتى يجي هنا البيض ولا البلدية ولا الدائرة بيقضي صوالحها ما راش عارف حتى وين راه رايح للتهلكة. وبينما يزداد وعي العالم بخطورة الوباء وحتمية اتباع سبل الوقاية، لا تزال استهانة البعض تهدد حياتهم وحياة غيرهم.